السلام عليكم أحبابي. مقال كان ومهم للغاية، ومقال حقيقة آدي آد أقيم بضن وآدي آد مهم يو مهم يا مرك. قف أما ضد أما دول أما أمت عقل له فكره سو وان توبيسو انت بدن افرسو كتاب كان القرآن كا مر الله المركو كشاكي دول لهلاغي اما قوم لهلاغي اما ضد ما قرنس هاي الاله سبحانه وتعالى بدبادي اما ضد وحيكو خسارين اما ضد وحيكو فائدين الاله سبحانه وتعالى وحو الرعاية ان في ذلك ارنكا اسمع اركتين وحيتو صالة اطهي لقوم يعقلون دول عقل له، لقوم يتذكرون دول وان توبيو، لقوم يتفكرون دول فكريو، لقوم يعقلون دول عقل له، لقوم يتذكرون دول ما قرنساي وان توبيو، لقوم يؤمنون دول ما قرنساي ايمان له كو ايمان وزياده وروحا ما اركتان ميا. لذلك مركا مقال كان ويل كان الهي خير بنهاسيو ان ولا داونو ويل كان وحو تاغن يحي حدود لبا دل او كميد يوروب بل يان كهر دعنه الهي ويل كان خير بنهاسيو الهي دنبي صداف اساغو كلنا الهي سبحانه وتعالى هنو بضي بل ان ولا داونو سويسكا انت وحا كو قورن سويس هي فرنسيس وحانو كو قورن حدود كالا ماركا سو دوو كا مرد وحير صح هادو حتى تاغنا هي فرنسيسكا وحتى تاغنا سويسكا تاغنا صح سان هادا دهنا وحان كو جرا حدكا فرنسيسكا وح بوليس ميا وجدان وح لو ما جيرو وح ما عرفنا سان هادا دهنا وحتى تاغنا سويسكا تاغنا عجيب ولا صدح قال هذا كفضان كسو عيارني دنكا فرنسيسكا وحا اسكره ما تاغنو يعني وا وا اهرين معناها ايه هيس كيهين وا نبد كما عجيب انا كنا اسدلينا واستقالينا وحربنا اسكو سمينينا لي واركي سان حق قيبي فرنسيسكا وا ددك حق دغن ايا انت اسو شقتك ددك انت دغن حق اسو شقتك اسكر ما تاغنو اسكر كو دهي شرعي كان ما اهن ملهن هدي ا غدها تكتب وحا لوو ملايا مواطن فرنسيسكا عجيب هدا انت ماتنا مواطن وحا لوو ملايا سويس عجيب marka xadalka saan ay kala yihiin waxa kala yaab biljumka iyo faransi iyo iyo holand saas waa laba taako xariiqina u dhaxeyso waa biljumka waa holand sidoo kale waa hadda waan islaamayna waa MCC oo idan leh ilaa idan biga hadaf xadalka soomaali hadaan nahay inaas dagaalno oo maart isdinna ma ahan xadalkeena aan macnaa ku heshiino iyo dadka qabiilada oo nala degan xataa eelal bi isku dagaalnaa qabiilada meelaha maareeyta baadiyaha insha Allah waxaan rajaynaa in Soomaaliya calooshooda isku furaan ee sida wadamadan oo kala insha Allah ay walaaloban assalamu alaykum insha Allah insha Allah ma sha Allah wuu aqal badan ilaaha barakee ilaaha dambigiisa dhaafayeen daa xasaas u leeyahay kulli ismaha dad kala badan fara badan way jiraan wanaagsan laakiin dadka wanaagsan inta xun inta xumaanta ka shaqeynna ma sahlan ma yaro dadka wanaagsan laakiin badan لكن waxa su'aal ah oo ku tusaynaa aakhir zaman ina ku jirno ee Soomaali markana in adduunka dadka ugu duqansan aanna dadka wanaagsan sa u tira badan inaan soo qaadano aan ugu dib wax weyn u maragno laakiin inta xun ina keep going nirahno hada fiiri muqaal waxa jira shala idin soo wadaagay kan maanta mid ku horeeyay shala mid idin soo wadaagay aan ku soo qaatay walaalashii culay iyo daahir ala soo iyo waxan ku soo qaatay ninkii kale ma waayay kaptan ayub ninaan iyo kuwa kale walaal badan kuma intee ku soo qoran kuwa kale ka badan ajir way ka sii badan yiin laakiin kuwan aabood way kuwan aabayaasha ka farxameen sabto ay dadkii waxay arkeen in dadka xun la wada jecel yahay la daawado kiib gaawin la wada leeyahay fiyuusi shacab badan ay ku hileen arkeen markaa ku qasbiin dadka inay qabiyalad u dhaqaaqaan ayaga oo wadamada jooga waxay awood u leeyihiin sida wiilkan oo kale inay dhahaan war maanta fiiriya war yaa qoomana duulkeeniyo war ehelo war Soomaaliye war maxaa ku sugan tihiin war bal meeshan fiiriya bal meeshan calaanta iska daadadaa hal askari aan ku nooleyno saas ku daba waa xuduudo
بل فيريا ور إلهي كعبسادة ورسانو كلا أمنيقا كدقا ورسانو كلا قلبي أسقوفرا ورقالة أوقالة سانة ورمحاناقا قلدان ميش الربين اللبا محاسة مينة متغنى ماي أساق دقن كايورو كجري أميريكي كنيدا وقارنا دقا مداس وقارنا هيك البيت ويقانا ونقا بضيا ونقا بضيا معاكن هدا وحانا توصي وكا بضيا لكن فيوز كي يكيب جون شعب انو كهيليو يو فهمين نوعا قبيالة ده ان صومالي مامول مامول وقال حيرو حال قبيل حتى دي لده دوا قبيل كا حتى انو سيكل دل دلو إسلايان وقال قيقبيو وقد حركي ان شعب انو كهيليو ان صومالي جعشا محاسا اولي اي انت اساق دين بغسار محادتك وصارة دادك حدي ديه لايان ورنغتك بليه والم والله داريخ السحد وقصود الهي لكن وحوصاً قف كان اهين يدن بأمو شيني وحي أبن بوني قف كستو شعب كان نوع كجر وكيب جون دهايو دن بيغ اللوك بكوليه أساقنا كي سمي دن بيغ لغن نسخة من النبيري كان لوك بكوليه لوك بكوليه بالله عليكم بالفيري أيها ويقرانيان ودن كي كسوغيهين اي امنيجي سئيو استحمركا ايو وحاسكر اني دحفدين ايو كلاشان بيسانا يانو امنيجو دو دورين و قلبي اسكوه دحارين و مقارنيس الله باركو ماني والالا اسكوه الاركانو انيو مسلمين مسلمين كاكالي مسلمين ادون بابا كالله وار افسو مالك ودا هلينو هل مامول هدا كبلاو داد بودلان حقان اجل مدوغا لدها اسكرا اسهر فاديدو ما اسو مالي خارت كالك المهلي انا قارت كالك المهلي ضدك أف صومالي بس يقول لك على هلا يا قل مدوبنا أسكرة صهر فريدة حقنا تكرقي أوجي دلنا كاسني سومالي أسكرتي بالكيو يوم قرنس إس سي يبلن ولا صهر فريدة بالله عليك أنا كويدية قرمو قال نجا أقلب بتمرك أنا كويدية قرما مركا ضد يدو علو أو إلما يرير أو وحب دين أن كجرنين قال حتى معكم مرقو قال هذا أمم ملينا هذا شخص كل الدليل يمرق أصابه ويهابيان واي واي محوك الله نكان ويهابيان هذا قوسه مالي أو لليه شيخ إني الدين تين وحليه على جيابه الله وكن وقف الدعوة تخطب ما أنت نكان قبيلة دكها الله يو بالله عليك والله نقول دارنا هدي انتي للسوق هذا موقع الكيسة قال حتى مود داي فربنا المهو ضيير يرك وحبرته هدي الهر اللي يراده بالله عليكم بل كور ما موقال كان وحاسو قال لاي وحوليه واي ما حدا سيوح أجرا مبالي نكا محوضت كاسو سكو اللاينا قالوا لما هي وين كوي الراس أصلاح مكا قرمو قال لك عقلبتي قال لك هادو حنبك هالينا با دولد كدولد يا مكال دينا كاكالي سومالي وداد اسكو أفقه وانا دال كوضي حتى كاكالي بيجي أميني سهل مجاله مثل اللي يرادي هيران وكلا مثلا تصالح هيران وكلا يحوال لي هاي قبيل كاس جاي قاسا نوده هيا رال نقضي ريران تصالح دين سوقات يعني أنا سومالي ميلا تيجين ميلا وكلا قرنية بوكتة جاي قاسا نوده هيا جاي قا وهلا ميا لامي عجيب إلا دنبي إلا دنبي وهلا مي هلا مي أسأل عبر يا ده انت اسنا قبيلة كده انت هذا قبيلة كده سوات احمر كرم مالك الاسده قالوا حلاك لبقى حتى مرك قر مقال هرنو ان كو شيغو وحيابه ايدك امرك تبضعون نحن انت بضعوه نيو عاركي سيديكي سودي اللي قدها ايو داد اسقابو اسكو اولاد دالو كلا تغيو يعاركي سامحيو كلا تغيان لابضي مامولا اسده قالي لابضي قبيلة اسده قالي نيو سيديكي سودي اللي محود لي لان سيديكي قبيل كوياي اي قبيل كيسا استغال سيديس ولاش اسلا جوود دلا معجزات وي مسلاها مرك حتى كمان لا قبيل قبيل دكاما حتى ولا كرسا مساد دكاما مهرضة سوقها قبيل قبيل انا يعني واحد نهار ما بجران با اسكولات حتى دول لك اللي يدوسيد قبيل هبل دوسي ياسر اكتان قبيل هبل اسكول كاسي اللي والله بالله نما يوم اسلاها انت عن قيام الجارن فيري إن أنك ميزان إستصارنا لأن إله وحليه ومن كان في هذه قفك الدنيا أعمى إن دولكو إيه إله محويره فهو في الآخرة أعمى آخرنا إن دولكو نغنى وأضل السبيل أولبا بعض النبا مركي إلي راهدو الدون حتى وحسيدا آخرين مقارنة إله وقود ضيعوا بعضكو نقطة أهمنا نقطة سيدا مركا
أدون كين إن حساب أنت أنا آخر لجارين يا مثل هذا مركب إن آمن إسلام كين أو آخر بس وحتره خيالي جاس جهلوي أنت بدنا ندرك جهلة استعماله دين تين كتاب كين إسلام كين شريعة لنا أدوني آخر منفعوي سامو فهمت أدوني آخر منفع خير وجره يبش بش يبرواقه يا فلنحيينه حياة طيبة إلهي وعليه يعني دينك يا قرآنك يا كتابك إلهي يا شريعة دينا يا إسلام لما دينا يا نول ونكسنا نول الدنيا آخرة لك الله ما ها آخرك لي حتى ماشا سكرا وحاكوحا لدارة دي كو دين سيقل دن وفهمه ودادو عدي لدون سكو أريو دون ما حاكوفا الله سكرا سيدة مجرتا قف ماجرو امتحان اسكجليو أصنع عشر قادم آخر سيدة بوحا كوبا وكوبا سيمتحان كان لي قفك الدوني ده أبا بعده الرهيبة نقول هذا ترى دقوني الدنك أقب هذا لأن بوحور الزهد في الدنيا يا حلالة لكن الزهد عن الدنيا وحرام إن الدنك كزهيدة ترى وحرام لكن الدنك إنه كل حزهيدة لرا أضو عروت هذا كل نحنول وحمال ليه وكل جوشة لأن صحابة حتى الدين تنقامات قوضة إجناع سيقوض الوسو إسلام جري ee wadaad iska madax iska duubto message iska jiro goorma diin meel gaari marka goorma diina dhaqankaadi laga arki doona goorma imtixaanka adduunyada ku baasto ku dhacda aakhir la weydiin lahay goorma dhax arkaysa dhax gal adduunyada oo ganacsigeeda dhax gal oo kala guush oo ubadkaada wax ka baro oo ilaa beriga qana ganacso oo soco oo waxa la raba marka inaad dardar geliso waxa la raba marka luqad midan barato waxa lagu bar midan inaad ku shaqeyso mo kitaabka quraanka inaad imtixaan ku dhacdo in kala si loo ogaado adduunka la dhaqaad la dhaqaad oo dadkii gaarsi oo waa laga arko noloshaada ganacsigaada ubadkaada socodkaada la hadalkaada qaraabadii ku dhaxnoolaadkoodu kulli waxa soo inaga laga dhaxarka la rabaa marka saa daraadad waxaan dhila boqolka ku dheeran isma lahayn war walaaliyalo war waan waan toono war sida iska bedelno oo ilaahay aan ka cabsano oo dad hore u socdo oo ma garanaysay ilaahay fiir inta badan quraanka waxa uu salaana soo qaada wax kamid ya ayuha ladina aamanu sabiru wa sabiru sabra oo gaalada ka safar badiya war annaga say marka oo amni u keensan waan oo u sabar waan oo gaalada uga sabar badin waan ilaahayna faray warabitu fiiri digal marka lagu la jiro waxa ka fahmay gaalada in inay ayagana sabrayaan laakiin ilaahay wuxuu leeyahay muuminiina ka sabar badiya ha afsanina annaga say marka ka amni badiya oo ka aqli badiya yu ilaahayna leey adinka tii saxda haysto inta badan ayaga waxyaabaha aqliga iyo fikrada kitaabkeena kala baxan ee diinteen ee maanta isku maamulaya ee ku wada dunida dunkooda sam fahamsanta adin waa lagu diiday ana isku xukunto oo ku dhaqantana waa lagu diiday marka ilaahay dambigina dhaafo ilaahay dambigina dhaafo dadka dadka baadiyeen oo yurub iyo amerika kanada iyo qurbi meelaha joogo waa la yanay ilaahay dadka ka qabto ilaahay si uu u qabo si uu u qabo oo khayrkood dadka waafajiyo shartooda dadka ka qabo adinkana dad oo dadka adinka wax ka dhigay ilaahay ka cabsada oo dadka qabyaalada ku dhaxwado oo dadka kala deegay yaa daarooda yaa diree yaa isaaqo yaa wiyoy wada ku haayo hatta qabiilka ka soo horjeeday fiyuus siinayaa ana wuxuu maanta sheegaa inay dhageysto inuu dhageysto waraa moqta fiyuus siinayaa daawasha siinayaa baalka siinayaa hadii laakin qofka uu fahmi la qabyaalad waxuun ee tahay lagu kala kicilha idabuu yelala marka wuxuu qofka ehna anaga ka dhignay sheekh mustafa ha ka maqli jiray khair allah si umriga nala raajiyo u dhijiray Soomaaliya dhageystaan inta walwaalan baan dhageystaan inta qabyaalada iyo quruunka juhalada ah oo qaala meel u jeedi meel ka jeeda aan garanayn waxba diin aan ka garanay kuwaas lagu daawasho badan yiir ummad saas u yiri xaqiiq gaari adduun aakhiro subhanallah subhanallah ilaah dambigeena dhaafo dadku ku jocsan noo soo dhaweynina khayraada maxaa soo walaalaha soo wadagna dahro u jirtaa cusubta like siisar siin share gara insha Allah ilaah dambigeena rafa hayakumullah assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته